أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى هذه النشرة من الفضائية التشادية. التقى صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي إبراهيم حسين بأعضاء لجنة السلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف عقد اجتماع مشترك حول تقييم الأوضاع الأمنية لحوض بحيرة تشاد. المناسبة جرت بقاعة الاجتماعات لوزارة الخارجية بحضور وزيري الدفاع وإدارة الأراضي. تقرير إشراق عبد الله رحمة. في موجب قرار قمة لجنة حوض بحيرة تشاد الذي عقد في 7 من أكتوبر 2014 بنيامي عاصمة النيجر، حيث تم إنشاء قوى مشتركة متعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد من أجل التنسيق ومحاربة الجماعات المتطرفة الإرهابية. وعلى هذا المنوال جاء هذا الاجتماع الذي جمع لجنة السلام والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي مع مسؤولي الحكومة في مجال الأمن والسلام، وذلك بهدف تقييم الأوضاع ومعرفة الحقائق الميدانية. رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي ومجموعة لجنة السلام والأمن السيد بانكولي أبدوي في البداية رحب بالحضور، ومن ثم قال بأن هذا الاجتماع يعد فرصة لمعرفة الإشكاليات التي تواجه اللاجئين وكذا إيجاد الحلول الناجعة لهم، خاصة الجانب الإنساني، طالبا من دول الأعضاء ورؤسائها تضافر الجهود من أجل بسط الأمن ومكافحة جماعة بوكو حرام. أما وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي إبراهيم حسين طه أشاد بهذه المبادرة التي قامت بها لجنة السلام والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي على الجهود ومساعيها إلى تحسين أوضاع اللاجئين في الدول الأربعة كاميرون، نيجيريا، النيجر وتشاد، مشيرا إلى أنه فقد تم إنشاء قوة مشتركة لحفظ الأمن مقرها العاصمة نجمينا، منوها لابد من التركيز على المواد وذلك من أجل سد احتياجات اللاجئين، مضيفا بأن هذه الأحداث خلفت ورائها 3000 لاجئ، كما أن البعثة تتكون من 15 عضوا.